السلام عليكم، سميتي لطفة الخليفي. با الوالد ديالي اختفى نهار الخميس اليوم 4 ايام. البوليس لقاو الطوموبيل حدا القبور، بيبانها محلولين وفيها الوراق ورويضه مفشوشين، ولحد الان حنا مازالين كنقلبوا عليه، ما عندنا حتى شي خبر. مشينا قلبنا، سمع حيت هو كيمشي لواحد العين سميتها سيدي عرجو، مشينا قلبنا ما لقينا حتى شي اثر عليه. عفاكم الا شفتوه ولا عندكم شي خبر قولوا لينا، راه حنايا ما كننعسوش لا بالليل ولا بالنهار، راه مصدومين ما قدرناش نتقبلوا. دابا الا كان مسكين واش ضربوه مازال حين، ديو للطبيب. عفاكم الا شفتوا شي خبر ولا سميتو قولوا علينا. هو سميتو محمد الخليفي، في عمره ديك 60 عام، مسكين راجل كبير. الا شفتوا شي حاجه ولا سميتو قولوا علينا، الله يرحم لكم الوالدين. حنا راه حطوا راسكم في بلاصتنا، راه ما كننعسوش نهائيا، ربي اللي عام بينا. بغينا غير نسمعوا غير شي حاجه غير باش نرتاحوا، ولا كان مسكين ديو للطبيب، ولا غير بغينا نسمعوا شي خبر. الله يرحم لكم الوالدين وندعيو معنا. عفاكم. هنايا جينا للبلاصه اللي لقينا فيها الطوموبيل، المعطيات اللي توصلنا ليهم بالله طلعت من هنايا، من هذه البلاصه كانت هنايا، كان مزيره هذا الراس ديال القبر، كان الباب البيبان محلولين. السيد اللي ساكن حدا هذه البلاصه هذه فاش سمعوا داك الشيء صافي جاوا من مورا الفطور اللي سمعوا هذا الشيء ولقاو الطوموبيل هنايا، صافي عيطوا على البوليس مورا العشاء اللي جاوا، صافي صوروا داك الشيء وداوه ولقاو فيها الوراق، لقاو فيها كل شيء. هادشي اللي عرفنا دابا، هو مازال ما عرفنا عليه حتى شي حاجه. هادشي علاش حنايا بغينا نحطوا هاد الفيديو، عفاكم اللي كيعرفوا ولا سمع شي خبر ولا غير شي حاجه باش نعرفوا باش نوصلوا راس الخيط. اللي شاف شي حاجه عفاكم قولوها لينا، الله يرحم لكم الوالدين وادعيو معنا، راه ربي اللي عام بينا ما كننعسوا لا بالليل ولا بالنهار. الله يرحم لكم الوالدين وشكرا. Thank you.